كشفت مجلة عسكرية أمريكية أن القوات الجوية الجزائرية تعد ضمن الأقوى في القارة الإفريقية بعد أن شهد العقدان الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين تعافي سلاح الجو من تباطؤ في تحديث ترسانته الكبيرة من الأسلحة. القوات الجوية الجزائرية هي الفرع الجوي للجيش الوطني الشعبي، أنشئت سنة 1957 أي بعد 3 سنوات من اندلاع الثورات الجزائرية. تمتلك القوات الجزائرية أسطولا جويا جزائريا مكونا من أكثر من 1200 سلاحا جويا، وفي هذا الفيديو متابعينا سنكشف لكم أقوى 10 أسلحة جوية يمتلكها الجيش الجزائري لسنة 2023. ولكن قبل أن نفعل ذلك من فضلكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. في المركز العاشر، مروحية ميلمي 26. ميلمي 26 هي مروحية نقل ثقيلة روسية مصنعة بواسطة ميل موسكو وتخدم العسكرية والمدنية على حد سواء. المروحية ميلمي 26 هي أكبر والأكثر قدرة ما بين المروحيات التي دخلت مرحلة الإنتاج على الإطلاق، وتستطيع حمل شحنة يصل ثقلها إلى 20 طنا، كما أنها تستعمل أيضا في حالة نشوب حريق في الغابات، فهي تستطيع حمل 15,000 لتر من الماء. بدأ العمل على تطوير الميلمي 26 في بداية السبعينات من القرن الماضي كبديل لمروحية المي 6 الثقيلة، وقامت بأول رحلة جوية في عام 1977 وبدأ الإنتاج التسلسلي في عام 1980، وقد خضعت المروحية لعدة عملية تحديث منذ ذلك الحين، ولا تزال آلة حديثة حتى الآن، وتمتلك الجزائر 14 مروحية من هذا النوع. تاسعا، لوكهيد مارتن سي 130 جي سوبر هيركليز. هي طائرة عسكرية ذات 4 محركات توربينية. سي 130 هي نتاج عملية تحديث شاملة لطائرة سي 130 لشركة لوكهيد مارتن مع محركات جديدة ونظم قيادة الطائرة وغيرها من النظم. وعائلة الهيركليز حققت أطول فترة زمنية للإنتاج المستمر أكثر من أي طائرة عسكرية أخرى في التاريخ خلال أكثر من 50 عاما في الخدمة. شاركت هذه العائلة من الطائرات في نقل العسكريين والمدنيين وفي عملية الإغاثة الإنسانية. عاشت الطائرة الهيركليز أكثر من عدة تصاميم خلفتها أبرزها طائرة النقل ستول ميديوم المتطورة، وتمتلك الجزائر 15 طائرة من هذا النوع. في المركز الثامن، إليوشين L78. تعد طائرة إليوشين طائرة عسكرية من نوع AL78 الواسعة الاستعمال من قبل السلاح الجوي الجزائري، وتستعمل أساسا في نقل القوة والشحن، وللطائرة أغراض متعددة وشاحنة جوية استراتيجية ذات 4 محركات صممها مكتب إليوشين للتصميم. أنتجت في روسيا وكان أول طيران لها في 25 مارس 1971، ودخلت الخدمة في 1974 وما زالت في الخدمة حتى الآن. صنع منها 960 طائرة، وتمتلك الجزائر 11 طائرة من هذا النوع. في المركز السابع، CH4، وهي طائرة مسيرة عن بعد تابعة لقيادة الطيران الجيش الجزائري، صينية الصنع، وقامت الجزائر بشرائها في صفقة لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى عام 2015. الطائرة تستطيع البقاء في الجو 30 ساعة غير مسلحة و14 ساعة مسلحة، مزودة ب40 نقاط تعليق للصواريخ والقنابل، وتتسلح الطائرة الجزائرية بصواريخ موجهة بالليزر يبلغ مداها 10 كيلومترات. وتعتبر الجزائر أول بلد عربي في إفريقيا تتحصل على هذه المسيرة بذلك الوقت. في المركز السادس، سوخويسو 24، ودخلت هذه القاذفة الخدمة في عدة دول أبرزها روسيا والعراق وليبيا وإيران والجزائر. تتميز هذه القاذفة بمقعديها المختلفين عن باقي المقاتلات، حيث يجلس الطيار في هذه القاذفة بجانب الملاح وليس أمامه. وتمتاز هذه الطائرة بقدرتها على شن هجمة خاطفة، حيث تستطيع أن تقصف أهدافا أرضية على سرعة تفوق سرعة الصوت، وأيضا تمتاز بقدرتها على التحليق لمسافة طويلة وحمل أنواع مختلفة من الذخائر وبكميات مختلفة. وتمتلك الجزائر 22 وحدة من هذا النوع. في المركز الخامس، الميج 29SM. بنيت أنظمة الميج 29SM على أساس الرادار المتطور والمسمى زهوك المتعدد المهام، والذي يستطيع تحديد الأهداف الجوية والأرضية، كما يستطيع الطيار باستخدام نظام هوتاس التحكم في الطائرة واستهداف العدو وإطلاق الأسلحة دون الحاجة لأن يرفع يده عن عصا التحكم.
لدى الميك 29 اس ام 6 اماكن تحت الاجنحه لحمل الاسلحه، بالاضافه الى مكان في بطن الطائره، وتستطيع حمل 5000 كيلوغراما من الحموله الخارجيه بما فيها صواريخ جو جو قصيره المدى فيمبل R-73 الموجهه بالاشعه تحت الحمراء، وصواريخ جو جو متوسطة المدى فيمبل R-77، وتمتلك الجزائر 46 طائرة من هذا الطراز. في المركز الرابع مروحية المي 28، تمثل الطائرة المي 128 NM الجيل الجديد من المروحيات الهجومية الروسية التي يمكنها العمل في جميع الأحوال الجوية وتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام تشمل تدمير المركبات المدرعة وضرب الأهداف الجوية المنخفضة، إضافة إلى المهام الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف للمروحية والطائرة الأخرى. وتعتبر هذه المروحية الأحدث والأكثر تطورا في السلاح الجوي الجزائري، وتمتلك الجزائر 17 مروحية وقد طلبت 24 مروحية أخرى. في المركز الثالث طائرة CH-5، كشف التقرير أن الجزائر اشترت سربا كاملا من الطائرة الصينية المسيرة القادرة على استهداف الدبابات وغيرها من العربات العدو، وفقا لما نشره روسيا اليوم. أفاد التقرير بأن الصين باعت للجزائر طائرة مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات وقنابل موجهة من نوع CH-5، وتؤكد الصين أن CH-5 لها خصائص بارزة بحيث يمكنها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 30 ساعة دون انقطاع، بينما تغطي مسافة تصل إلى 10,000 كيلومتر بسرعة تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة. في المركز الثاني مسيرة الجزائر 54، هي طائرة استطلاع بدون طيار استراتيجية متوسطة الارتفاع طويلة المدى، صممت وصنعت محليا في الجزائر للأنظمة للمهام الاستراتيجية الممثلة في تقييم شبه الحي للقدرة القتالية وتقييم الخسائر في ساحة المعركة والتجهيزات الاستخباراتية في ساحة المعركة، القيام بالعملية الخاصة ومهمة المراقبة ومهمة المساعدة الإنسانية وعملية المراقبة الحدود وتناوب الاتصالات. أخيرا في المركز الأول تأتي طائرة Su-30 MKA، نشرت مجلة ميليتري واتش المتخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري مقالا سلطت فيه الضوء على التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الجزائري، وبينت المجلة أن مقاتلة Su-30 MKA هي بمثابة العمود الفقري للقوات الجوية الجزائرية مع ما يقدر ب60 مقاتلة موجودة في الخدمة وتصل إلى أكثر من 70 مقاتلة بمجرد تنفيذ الطلبات المعلقة. وبحسب تعبير المقال الذي أشار إلى أن القوات الجوية الجزائرية تستخدم نوعا مطورا ومختلفا من مقاتلة Su-30 من خلال دمج تقنية من مقاتلة التفوق الجوي Su-57. متابعينا لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن أعجبكم الفيديو من فضلكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة.